السلامة، اليوم راح نهضرو على استدعاء ولي التلميذ في الجزائر. خليك مع الفيديو. على السبعة نقروا على الثمانية
صاحبهم يا على السد. أسدتكم صح يبرروا فيكم ويتعبوا فيكم صح، لازمكم نتوما تحفروا الأرواح. زيد جاها فيروس كورونا هاي وقرا القرايه تولي في الديار تو ملاي. احنا يا اخي احنا نعود نقرا في الدارنا، نعود نقرا في الدار. ما قريتيش قبل؟ ما قريتيش قبل؟ استغفر الله يا ربي، ما قريتيش قبل؟ انت تقرا تو في الديار، انت في المدرسه وما قريتيش. شغب وضطير اسمه اكمارتي كسرتي طبعا شدني خسر لي لاباس من الاخ. عود اقرا على روح خليني لا تقعد وانا نمشي نجيب لك الجيا اذا الجيا اذا باي ما تنساش. اي اما شو غدوه نهار الاربعاء؟ غدوه اليوم شنو؟ يوم الثلاثاء. غدوه اللي هذا نحسب يوم غدوه نشوف معاك. ما جبتيش كان ما جبتيش الجائزه في راني كتبت كنش. ها هاني على بيان يا باي. لازمني توا غدوه نضرب لها كوستين عبدي تكستم شي زاري انا كذا نغير ولو انتي دا يتكرمنا انا كيمش نضرب لها تكستيمة مليحة ونمشي نكرمو لي ولدينا نولي يابا ونولي مشهور في الدير وابد لازم تكست ما فيهاش. ادخل لما الشيخ شيخ الجيرة عليك بالكم كان تشوفوا لا يعني قبل تحكروا فيه تقولوا لي ولدك ما يقراش تو راه ما هو باش يتكرم باش يتكرم هو ولدي لا ولدي اكبر مشاكس في المدرسة ما تعرفوا كيما يتبدو تعرفوش بلاس مراقبة هذه تحضروا شو اسمه هذه عمار مراقبة اكبر مشاكس خويا ما همنيش انا موش ياكس مش موش ياكس نشامع باش نشامع ما هم عطوني الجائزه خليني نمشي نطيب كسكسي نقول لهم راه طيب اللي كسكسي فيه فخضه قدك تاع اللوز نشري اللوز الشلاكه جديد ما تحبوناش نفرح وسيدي اعطيني توا الوحده تاعي خلي نفرح. شكون اللي قال لك بلي ولدك دار يتكرمس؟ قال لي هو شكون هو؟ ولد يكذب علي قال لي اسمع الساعة مدينا له أمس استدعاء على بيان طلعها ايه؟ على بيان بلي مدينا له استدعاء ايه؟ لا مديتيوها لي باش ما نجيو تكرمون يعني عندك انت شكون اللي قال بلي نحن دار نكرموه ولدك؟ أمس كان نقول لك واش ديار ولدك؟ قول لي ما كان حتى مش يعني قرع على روحه دار تولوه مشمع توا ولدك انت يقرع على روحه أمس ضرب واحد ضرب بدمير عينيه كان ود قاعدين ود على من؟ انت وليد التلميذ؟ ايه انا وليد انا الوليد تاع التلميذ ما بضربو ايه خسر لي 500,000 كان داوي بيها الطفل ودك طفل؟ اها يعني حقك يعني الحق تاعك انت هو اللي تباصي اعطيني 500,000 كاش 500,000 ولا 5,000 500,000 انت وليد التلميذ اعطيني 500,000 قلت لك انا وليد التلميذ راه ما درناك برك وصل دوري لا شي وصل دوري في 3 مارس ابقى الباب راه ما يمشيش معايا راه ماني كنفهم ليها لانه وقعنا في 1 ابريل باش تفنى الدنيا بفيروس كورونا. فهمت ايه ما لا فصل دوري ايه انت وليد التلميذ ايه انا ماشي وليد التلميذ يا روحي يا شيخ طلع في روحي الساعة جاية نهار ما تنسى تقلق في الموديل على جهاز باسون دوبرين. بركة تعيط عملت ايش ولا انا تويش قناة نروح انا قلت باش تظهر معنا في التيليفزة في التلفزة. في التلفزة هي قلت قناة تويش شي الكاميرا اه والله نسيتيها ايه خلينا نعاودو كل شرب الشيخ تو راه مش جاي البارح في 1 ابريل كان مازلنا عايشين تو مشي قايل صح الشيخ روح قينا ما ذكرنا درنا البنك وصل دوري روح مازال ما عادش تعاود تلا طلعت في الدار كامل ورا كبير ما عرفش قيمة مالان مسكين كان يقرا تفوت هنا عليا ها قاعد
كتاب مجلد. انا اقرا فيه، انا اقرا فيه. راه نعرف كل التكريم تاعك اللي ما دوروا لي بام كرمو كرمو بابا انسى حتى من نام كرمو 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 كرمو